وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام في هذه الدورة لدورة إنتاج منحل متميز. في هذه الدورة سنتعرف على طريقة اختيار سلالة النحل الجيدة، وكذلك اختيار سلالة النحل المقاومة للبرد والمقاومة للأمراض، وكذلك نتعرف على طريقة إنتاج عسل السكر وتغذية النحل بعسل السكر وليس بالمحلول السكر. المهم أخواني الكرام، كما تشاهدون سنقوم بإنتاج منحل متميز. ولكي نقوم باختيار المنحل المتميز يجب علينا أن تكون لدينا سلالة النحل، تكون سلالة النحل جيدة، وأيضا تكون لدينا سلالة مقاومة للبرد ومقاومة للأمراض، البرد والأمراض، وأيضا تكون لدينا التغذية، يعني هنا الإفراط في التغذية. كما قلت لكم إخواني الكرام، لكي ننتج منحل متميز إخواني الكرام يجب عليك أن تكون لديك سلالة نحل جيدة وسلالة نحل مقاومة للبرد والأمراض والإفراط في التغذية. لا نقوم بتغذية النحل بالمحلول السكري بكمية كبيرة، يعني الإفراط في التغذية. وسلالة النحل، لكي تختار سلالة النحل السكري هناك ثلاث سلالات، هناك السلالة جماعة للعسل، جماعة للعسل، وسلالة شايسة، وسلالة ميالة للتطرير. فهنا تختار السلالة التي تكون جماعة للعسل. والسلالة التي تكون مقاومة للبرد والأمراض يجب عليك أن تختار سلالة تكون مقاومة للبرد ومقاومة للأمراض، يعني البرد لا مفروغ منه، والأمراض مثل الفاروة ودودة الشمع والأعداء الأخرى مثل الدبور إلى غير ذلك، المهم تكون أنها مقاومة للبرد. والتغذية إخواني الكرام، وهي أننا نقوم بتغذية النحل بعسل السكر، لا نقوم بتغذيته بالمحلول السكري، وأيضا لا نقوم بتغذية النحل طول العام، نقوم بتغذيته في أوقات فقط، وهذه الأوقات نقوم بتغذيته بكمية قليلة. فهنا إذا اخترنا سلالة مقاومة للبرد ومقاومة للأمراض وعدم الإفراط في التغذية، فهنا نختار سلالة جماعة للعسل، فهنا نختار سلالة نحل جيدة. هذا ما نريد الوصول إليه إخواني الكرام. المغزى من الدورة هذه أننا نقوم بإنتاج سلالة نحل جيدة، هذا ما في الأمر. المهم من يريد المشاركة في هذه الدورة ما عليه سوى الاشتراك في القناة، وكذلك إرسال لي يعني إما على حسابي على الفيسبوك أو حسابي على انستغرام أو حسابي على الواتساب، وسأترك لكم الحسابات في الوصف أسفل الفيديو إخواني الكرام من يريد المشاركة في هذه الدورة. إلى هنا إخواني الكرام انتهينا من شرح من لديه سؤال أو استفسار يكتب في التعليق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لك على المشاهدة، دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. قناة النحلة.